مدينة الوكرة أحد أقدم المناطق القطرية اللي لا زالت مهولة في السكان، واشتهرت عبر التاريخ تراثها في الصيد والبحث عن اللآلئ، عشان تذي الشكل الخارجي للملعب مستوحاة من هذا التراث. هذا الاستاد تم افتتاحه 19 مايو 2019 واستضاف نهائي بطولة كأس أمير قطر. هذا الاستاد يسع إلى 40,000 متفرج، وهو أحد الملاعب التي ستستضيف بطولة كأس العالم إن شاء الله. مثل ما أنتم شايفين، قاعة المؤتمرات الصحفية فيها 5 مقاعد رئيسية للضيوف، وكذلك تتسع ل 150 صحفي، وكذلك في أماكن خاصة للمصورين، وكذلك قاعد نشوف غرفة التدليك وغرفة خاصة للمدير الفني ومدير الفريق، وغرفة خاصة لمستلزمات الفريق، وهني نشوف منطقة الإحماء الداخلية. منطقة جميلة وبمساحة تعتبر كافية. الكراسي طبعا مرقمة، واللاينات مرقمة، كرسيك معروف، وما في أي شيء يعيق النظر، يعني تشوف الملعب واضح، ما في قدامك لا قزاز لا حديد، أريحية تامة لأمان المشجعين. الملعب مكيف، يعني مضخات الهواء في كل مكان. درجة الحرارة في هذا التكييف 15 درجة مئوية، توصل للاعبين عند درجة 21 درجة مئوية، وكذلك الجمهور تكييف الملعب 21 درجة مئوية. في استاد الوكرة مدرسة وصالة أفراح وأمور كثيرة مخصصة لخدمة أهالي المنطقة، وهذا أمر مميز. ما نقدر بتقرير واحد نوصف لكم شو اللي فيه هذا الاستاد، لكن أتمنى بشكل سريع يعني قدمنا لكم تقرير مميز عن استاد الوكرة الجديد.